سيداتي سادتي، اهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات سينما القاهرة. انا دايما بقول لكم مساء الخير، لكن النهاردة احنا هنسحبكم في رحلة صباحية، رحلة صباحية لزيارة نجم من نجوم سينما القاهرة. الحقيقة هو مش نجم سينما وبس، لكن هو نجم لهوايات اخرى كثيرة. برافو هايل، رياضة ممتازة. ابتدت امتى يا استاذ مظهر؟ والله ده الواحد يمكن ابتداها من ايام البندقية الهوا والحاجات اللي زي دي. وبعدين ايه؟ وبعدين الكلية الحربية. شنجي مظبوط، يعني كويس. بتمارسها كتير؟ يعني مش زي الاول طبعا. طب ايه الفرق بين ده وبين البندقية؟ دي بتتمسك بيد واحدة، والبندقية باليدين والسنادة من الكتف، ولها احساس خاص، يعني اسلوب مختلف تماما، بيختلف اختلاف كلي عن الضرب بالطبنج. وبتضرب بالبندقية برضو؟ وبضرب بالبندقية برضو، بس الطبنجة احسن. ليه؟ يعني اتمرنت بيها اكتر فبتقنها اكتر. طب وايه رأيك في رياضة الرماية للشباب؟ متهيألي انها كويسة جدا ومهمة جدا، وان كل البلاد اللي بتصمد وتقاوم في الحروب لابد اهاليها يكونوا ضريبة. طبعا متهيألي كده. هايل، دي حاجة عظيمة خالص. لكن ايه الفرق بينها وبين المسدس؟ طبعا يعني دي اثبت، لان التثبيت من الكتف بتبقى اكثر ثباتا، والمرمى ابعد، وقوة التأثير اكبر. لكن دي خطورتها نفس خطورة المسدس؟ لا، دي ابعد مدى واقوى صدمة. لكن انت بتجمع بين حاجات متناقضة جدا، رقة الورد يعني السلاح المفروض انه لا، ما هو ما يتعرضش. بتربي الورد من زمان؟ بربيه من زمان، 7 سنين كده. تسمحي لي اوريهولك؟ يا ريت. اتفضلي. على بالك. لكن بتربيه بغرض ايه؟ للتجارة يعني ولا هواية؟ لا والله، انا كنت بربيه للتجارة بضع سنوات، 3 4 سنين، وبعدين بقى ما كانش بيثمر لأسباب كثيرة، ده ورد للتصدير، لكن المصدرين كانوا بياخدوا الورد بأسعار يعني لا تجزي. هو ليه أنواع غير اللي احنا بنسميها الورد البلدي؟ طبعا، ده روج ميان، وده كوين إليزابيث، في البكرة، وفي الشارل مالرين، وفي كمان السوبر ستار. يا ده انت متعمق فيه. دي مش كل الانواع. ليك هواية تانية؟ طبعا، هوايتي بقى اللي تقترب من الاحتراف في ركوب الخيل يعني، او الفروسية. شوف الحصان كويس يا سيد، واستناني هحضر السيئة والعليقة بنفسي. حاضر. برافو، دي حاجة هايلة وعظيمة الحقيقة يا أستاذ مظهر. احنا هنسيبنا من الرياضات ومن الحاجات دي. انت اول فيلم عملته او مثلته كان ايه؟ اول فيلم ابتديته؟ اول فيلم ابتديته ظهور الاسلام. ظهور الاسلام؟ ده كان خيل برضه. ايوه، كنت ظابط في الخدمة، اخراج ابراهيم عز الدين، قصة الدكتور طه حسين، الوعد الحق. يا ترى احب ادوارك لنفسك ايه؟ عملت كم فيلم الاول ولا ما بتعرفش؟ حوالي كده 72 فيلم. احب ادوارك، صعب انك تحدد؟ يمكن اذا كان لازم احدد فيلم واحد بس يبقى صلاح الدين كده، انما انا ليا اكتر من دور واحد طبعا بعتز بيه. صلاح الدين اشمعنى بالذات؟ والله كان بيحكي يعني حقبة من تاريخ العرب حقيقة جميلة ومشجعة، وكان كلها امل، وكان هو شخصية مثالية، فكان قدوة. اشتغلت مسرح؟ اشتغلت مسرح. وإذاعة؟ وإذاعة.
طب ايه رأيك في التخصص بالنسبة للممثل؟ يعني المفروض الممثل يتخصص في حاجة واحدة ولا ممكن يشتغل إذاعة وتلفزيون ومسرح وسينما كله في وقت واحد؟ والله هي حسب طاقته واستعداده. أصلا ما نقدرش نقول تخصص. في واحد عنده مثلا استعداد سينمائي لكن ما عندوش استعداد مسرحي، وبالتالي ما يكونش صوته مثلا مناسب للإذاعة. طب نتكلم شوية عن تجربتك في الإخراج. أخرجت فيلم؟ أيوه. طب إيه رأيك في التجربة دي؟ هتستمر فيها ولا هتبقى بالنسبة لك يعني فيلم وخلاص؟ والله أنا تجربتي نفوس حائرة، 3 قصص، أخطأت شوية أخطاء، بعضها فني وبعضها جماهيري. أنا لم أراعي الذوق الجماهيري، يعني يكفي الفيلم كله بأكمله وما فيهوش قبلة. اسمحي لي أنا أستأذن 5 دقايق أغير هدومي وأحط السلاح. البيت بيتي طبعا. رسمتها بنت اسمها مارلين خرالة، كان سنها في ذلك الوقت 15 سنة وكانوا الولاد 7-8 سنين. دول توينز؟ اه توينز. اتفضل. امال فين البنات؟ في المدرسة. بما انك بقى اب لاكتر من بنت، يا ترى بتعتبر نفسك اي نوع من الاباء؟ يعني النوع العادي المتفهم لمشاكل ولاده، اللي يعني عنده عاطفة كبيرة نحو أولاده يعني، ومانيش قاسي، مانيش متشدد، مادام الأمور ماشية في طريقها الطبيعي. طيب افرض ان بنت من البنات اتعرضت لمشكلة، مشكلة خاصة يعني، تقدر تناقشها معاها بصراحة؟ هما لحد دلوقتي مالهمش مشاكل خاصة يعني فيما أعلم، ومشاكلهم العادية بحاول اني احلها لهم برضو بطريقة غير مباشرة. يعني بحب ان الحل النهائي يكون نابع من شخصية الولد او البنت، لكن ما اعرفش اذا نشأت لهم مشاكل خاصة هقدر الاقي الشجاعة اني اناقشها معهم بصراحة، ولا يعني احاول اني احل هذه المشاكل بطريقة غير مباشرة. الحقيقة وانت بتحط البندقية اتفرجت على مكتبة، مكتبة بتجمع بين حاجتين، كؤوس وكتب، ثقافة ورياضة. الكؤوس تاريخها ايه؟ تاريخ الكؤوس دي يرجع لما كنت ضابط في الخدمة وبأمارس لعبة الفروسية، فهم معظمهم في لعبة الفروسية، لكن في قلة منهم في المبارزة الشيش اللي هي الصبر، وبعضهم في الملاكمة. مفيش حاجة للرماية؟ لا للرماية ما كناش بناخد كاسات، انما عندي ميداليات للرماية وجوائز عينية بقى للرماية. والكتب ايه؟ في شفت انا مجموعة منها سينما، وايه تاني؟ الكتب مجموعة منها سينما وادب، ادب مثلا روسي، ادب انجليزي، ادب فرنسي، ده ما بقرأوش بس اقتنيه. وحاجات بقى رياضة. ايه رأيك تكلمنا عن اخر فيلم اشتركت فيه؟ اخر فيلم معدل العرض حاليا اضواء المدينة. مين ابطاله؟ ابطاله شادية، الثلاثي جورج وسمير غانم، سلامة الياس، عادل امام، سهير الباروني. دورك فيه ايه؟ دوري فيه راجل مخرج ومنتج سينمائي وبيحتقر ممثلة جاءت لتلبي اعلان هو عمله لبطولة فيلم اسمه سوق بغداد عاوز ينتجه، فبيحتقرها لانها جاية بملابس اهل الريف، وبعدين هي بقى بتتأزم نتيجة هذا الاحتقار،
وبعدين فيها نوع بقى من البيجماليونية هنا شوية، بتعد نفسها بظروف إعدادا ممتازا، وبتحسن اللبس والحركة والكلام، وبتجيله في ثوب قشيب هو ما بيعرفهاش وبيقع في هواها.